اسامه عدها الواء الرياض وخلصها وائل وهوبا وجول لسه بقول الفتح بركات. السنه اللي فاتت زي ما قلنا لحضراتكم الاهلي كان نتيجته مع طلائع الجيش في اللقاءين 1-0 بينيه. اسامه عماد اسامه وجول يا اسامه اهو ادي عماد متعب وادي وائل اهو اسامه تمام اسامه حسني يبقى الجول الاولاني بركات والرياض وهيشوط والرياض وجول يا وائل يا اهو والرقصة التقليدية والرياض حط واحدة ايه وائل كرة جميلة قوي والرياض في الدقيقة 74 يعني 29 من الشوط الثاني 3-0. هو الرياض عمل كرة حلوة قوي الحقيقة اهو من على بعد يمكن 30 ياردة وبالمقص بتقول اهي كرة صح.